هسيبك لما اشوف اخرتك ايه. تتجوزينا يا صافية؟ طبعا. هلبستك الحته المقطعه اللي انت بتحبها. توحشنا يا معلم. نزل شويه الدي شويه ومالك. وبقول طنط كيداهم قايت. مرسي جدا يا طنط، ودي فرصة سعيدة قوي ان انا اتعرفت عليكم. وانا كمان. طيب يا ماما عن اذنك بقى. اتفضلي. اتفضل حبيبي. ايه مخفية؟ نعم. وتحصلي اختك، انت هتقفي جنب تبروزي ولا ايه؟ ما تقلقيش يا كبيرة، احنا ما يتجلكش علينا واصل. انا كلها ولعة بالصلاة على النبي. ولعة؟ طب اجري يا اختي وانت هتولعوا فيا. انا مخلفة البنات تشيل الهم للممات. اما كانت حته ليله حلوه بشكل. طبعا حلوه بالنسبه لك انت. قصدك ايه يا كيداه؟ انت زي الراجل انت تقول ترقص مع بقصوفه الرقبه الحرباه اللي اسمها صافيه. قصدك ايه؟ تحرجني مع اهلك واهل الحته؟ معقوله كيداهم انت عدي عليك حاجه زي كده؟ انا عامل دي خطه عشان اوصل للفلوس. بس عندك ما كنتش بجن نفسك خط الصعيد. اسمعي كلامي، انا بجر معاها ناعم عشان الفلوس تبقى في جيبي. يا حنين يا غريبة يا بسبوسة انت، يعني لما كر ناعم معاها تاخد الفلوس مش كده؟ سيبيني وبكرة تشوف اللي هيحصل. ماشي يا حنفي، انا هسيبك لما اشوف اخرتك ايه. يا
متضايق عشان جيت؟ لا طبعا لا، انا هتضايق ليه يعني؟ على فكره انت قلبك قاسي قوي، انت ليه مش عايز تنسى؟ انسى؟ انسى ايه بالظبط يعني؟ انسى ان انت بعتيني عشان خاطر الفلوس؟ والله العظيم ما حصل، انت عندي اغلى من كنوز الدنيا. امال تفسري بايه اللي انت عملتيه ده؟ ما اقدرش اقول لك حاجه دلوقتي، بس هيجي اليوم المناسب اللي هتفهم فيه الحقيقه وهتتاكد انك كنت ظالمني. يا سلام فالزوره دي. ارجوك بقى يا فؤاد، كنت لسه فعلا بتحبني وفاكر حتى يوم واحد من الايام الحلوه اللي قضيناها سوا، اديني فرصه تانية. انا اصلا عمري ما نسيتك يا صافيه. يا اخيرا نطقت. انت ايه يا اخي، قلبك حجر؟ فكها بقى. معلم حنفي خير؟ في حاجه؟ تتجوزيني يا صافيه؟ ايه اللي بتقوله ده يا معلم؟ بقول لك تتجوزيني. انت جاي لي على الصبح كده عشان تقولي الكلام ده؟ احنا هنفضل واقفين على الباب كده مش تقولي لي اتفضل؟ لا مؤاخذه يا معلم اتفضل. يا صافية قلتي ايه؟ قلت ايه في ايه؟ انت راجل متجوز وعندك بنات ما شاء الله، هتجوزك ازاي يعني؟ وايه اللي يمنع بس؟ بقى المعلمة كيداهم هتسمح لك تتجوز عليها؟ مش المعلم حنفي البرنس اللي قبل ما يعمل حاجة ياخد اذن من مراته؟ ايوه يا معلم، بس انا ما بفكرش في موضوع الجواز ده خالص. ما تخديش دلوقتي، فكري فكري على مهلك قبل ما ترفض يا صافية، وانا هجيلك كمان يومين ثلاثة عشان اخد البشارة. الراجل ده اتجنن ولا ايه؟ انا مش عارفه اعمل ايه في المشكله دي يا فؤاد. وايه المشكله في اللي انت بتقوليه؟ وانت بتشاوري نفسك ولا ايه يا صافي؟ كده برضه يا فؤاد اخسى عليك، ده انا مصدقت انك رجعت لي. معقوله برضه هفرط تاني في الانسان الوحيد اللي حبيته في حياتي؟ ايه اللي جرالك؟ خلاص يبقى اول ما يكلمك قولي له ان انت مش موافقه. انت اصلا من الاول كان المفروض تقولي له كده. وهو اداني فرصه، ده فضل يقول لي فكري براحتك وانا مستني ردك وخدي وقتك، اعمل له ايه يعني؟ انت بسكوتك ده اديتي له امل يا صافي. هو انت دايما كده تظلمني يا فؤاد؟ انا انسانه وبحس يا اخي. ماشي ماشي يا يوسف، بس عايزه اقول لك انك بتذبح اختك بسكينه تلم المره التانيه. ما تقولش كده، انت عارف كويس قوي انا كنت بحب امي وابويا قد ايه. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا حنفي يا أخويا. ألف مبروك يا قمر أنت. الله يبارك فيك. اتفضل اتفضل يا عم. ألف مبروك يا عم. الله يبارك فيك يا شيخ. شفت بقى عمك يا سيدي سبقك في الجواز، عمالك أنت وحنان بقى. إن شاء الله يا خير. طب وحياتك عندي يا حنفي.
ولا ليك عليا حبتان. من اول ما شفت صافية وانا قلبي اتفتح لها واتمنيت انها تبقى من اسمتك ونصيب. فعلا غريبة قوي يا ماما الموضوع ده. كل شيء اسمه ونصيب يا جماعة. طب يا جماعة نستأذن احنا بقى عشان العرسان يقعدوا مع بعض. ايوة يا حبيبي نستأذن. ما لسه بدري. خلاص بقى معلش عشان هشام عنده محاضرة دلوقتي حالا ولسه هيوصلنا لو ماما. يلا حبيبتي. فرتكم بعافية بقى. يلا يا اختي عشان المحاضرة. يلا. مبروك يا حبيبي. يلا مع الف سلامة. مع السلامة. بقول لك ايه يا واد يا شحت، هتيجي معانا ولا هتستنى؟ لا لا شحت هيستنى عشان ما هكلفه بحاجه يستقضاها لي. طب ومان يلا سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. مبروك يا قمر. مبروك يا عروس. الله يبارك فيك. ميرسي. مش عايز لك تهوي من ناحيه الفرن ها؟ اوكي ده مش عايز تمحك خالص ها؟ والموبايل بتاعك تقفله وتجيلي الساعه 10 بالظبط فاهم؟ حاضر يا معلم. بص ايه مفيش حلوه الجواز ولا ايه؟ لا حاضر 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 يخرب عقلك امسك بسرعه الساعه 10 بالظبط ها؟ يلا الساعه 10 بالظبط انت لسه هتكمل يا اخي؟ يلا